السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ونلقاكم في هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا في المقادير غادي نقدم معكم كيكه راني قديتها معكم من قبل، كيكه ديال المول العجيب، غير في هذه المره غادي ندير لها التزيين في شكل. وبالنسبه للمقادير البنات، عندنا ثلاثه ديال البيضات، عندنا دانونة ديال الفاني، عندنا كاس ديال الزيت، كاس ما عامرش، وعندنا كاس ديال سنيده، وهنايا عندنا كاس صغور ديال الحليب. الا ما كانش عندكم البنات دانون وتقدروا ديروا فيها الحليب، ديروا كاس بحال هكا، كاس كبير ديال الحليب، وكيعطيكم نفس النتيجه. وهنايا عندنا جوج خمارات. وبالنسبه للتزيين، عندنا الفلون، عندنا كنديروا نص لتر ديال الحليب مع الفلون، اي فلون عندكم. انا غادي نستخدم ديال الفاني، اي فلون بغيتو ديال الشوكولات ولا ديال الفريز، مهم كل واحد الذوق ديالو. وعندنا ساشي ديال الفاني، ودابا البنات غادي ندوز معكم الطريقه كيفاش غادي نقادوها. هنايا اول حاجه درت البيض، ثلاثه ديال البيضات، غادي نضربوه مزيان سواء بالضرب العادي بحال هكا ولا الضرب الكهربائي. غنزيد معاهم واحد ساشي ديال الفاني، كيعطينا نكهه زوينه وكيعطينا مذاق ديال الفاني. باش كطلع لنا البنات الكيكه زوينه، خاصنا نضربوها مزيان مزيان باش كطلع منفوخه وهشيشه من الداخل. دابا غنزيد عليهم السكر، وبالنسبه لما كياكلش السكر يقدر يقلل منه، يدير غير شويه حيت دانونه ديال الفاني فيها حتى هي السكر. غنضربو مزيان مزيان حتى كينسجم لينا هذاك السكر مع البيض، حتى كيدوب لينا السكر. ودابا البنات من بعد ما ضربتو مزيان، كما كتشوفو كيكونوا فيه واحد الفقاعات بحال هكا، غادي نزيد عليه دابا الزيت، وغادي نضرب مزيان مزيان باش نزيد دانون والحليب. دابا غادي نزيد ليها دانون ديال الفاني، هنا البنات غادي نزيد لهم دانون ديال الفاني. غنضرب وغنزيد الحليب. صافي دابا البنات راه ضرب مزيان، غادي نزيد دابا الطحين. بالنسبه للطحينه البنات كتزيدوا شويه بشويه حتى تلقاو القوام اللي بغيتو، تقريبا جوج ديال الكيسان، جوج ديال الكيسان بحال هادو، كاس عامر والكاس الثاني ما كيكونش عامر، ما كتكملوش الكاس. دابا غنزيد شويه ديال الطحين، درت غير شويه، وغنزيد الخمارات، جوج خمارات. صافي ودابا كنضرب،
دابا غادي نخلط. مازال جاريه، غادي نزيد شي شويه ديال الطحين. كما قلت لكم البنات، جوج كيسان ديال الطحين، غير هو الكاس الثاني ما كتعمروش، تقريبا كيكون هكا كاس ونص ديال الطحين. كنخلط مزيان بحال هكا، بحال الطريقه كما كتشوفوا. مازال غادي نزيد شويه ديال الطحين، كما كتشوفوا هكا راه مازال جاريه. ما خصهاش تكون الخليط، ما خصوش يكون خفيف بزاف وما خصوش يكون ثقيل. ها هو الخليط البنات كيفاش كيكون، ها انتما كما كتشوفوا ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش خفيف. ولا بغيتو تعرفوا واش الخليط القوام ديالو مزيان ولا لا، بحال هكا كترسموا رقم 8 وما خصهاش تقطع لكم بحال هكا. صافي، ودابا عندنا المول، دهنتو بالزبده ورشيت عليه الدقيق. دابا غادي نخوي هذاك الخليط في المول، كتهزوا يديكم البنات بحال هكا، فاش تكونوا كتخويو الخليط هزوا يديكم للفوق. وداك الخليط كما كتشوفوا راه كيمشي للجوانب ديال المول. دابا البنات غادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران خاص يكون بارد، وكديروا الكيكه الفوق وكتنقصوا عليه حتى للحد باش كطيب الكيكه مزيان من الداخل. صافي، وغادي نرجع معكم البنات من بعد باش نديروا لها التزيين. ها كيفاش كتجي البنات، كيكون داك الوسط خاوي، وغادي نزينوه، غادي نعمروه بالحليب مع الفلون. هنا كنديروا السكر، 3 معالق ديال السكر، المهم على حسب الذوق، اللي ما كيعجبوش السكر يقلل منه، يدير غير معلقه ولا 2 معالق، حيت الفلون كيكون فيه السكر. هنايا درت الفلون، اي فلون بغيتوه واي نكهه بغيتوها. هنا درنا النشا، 2 معالق كبار ديال النشا، كما قلت لكم البنات درنا 2 معالق ديال النشا، وكنخلطو مزيان حتى كينسجم لينا داك النشا مع الحليب. حتى كينسجمو لنا العناصر مع بعضياتهم، عاد كنديروهم فوق البوطه، كنديرهم البنات فوق البوطه مع التحريك، كنبقاو نحركو حتى كيعقد لينا الخليط، حتى كيولي لنا بحال هكا، بحال هذا الشكل كيولي عاقد. من بعد البنات كناخذو داك الخليط وكنعمرو به ديك البلاصه اللي كتكون خاويه في الكيك، وكندخلوها المجمد حتى كتشد راسها، كتبرد لينا مزيان، عاد كنكملو التزيين. بالنسبه للتزيين كل واحد وشنو كيعجبو، انا درت الشوكولاته في هذيك البلاصه الجوانب ديال الكيك، ودرت هنايا بحال الدميعات بالشوكولاته، كيجيو بحال الدميعات، وخديت الباستا حكيتها في الحكاكه ديك الجهه الرقيقه، ودرتها من الفوق فوق ديك البلاصه اللي درت ليها الشوكولاته في الجوانب ديال
ها كيفاش كتجي البنات الكيكة؟ نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها، راه كتجي رائعة لا في الشكل ولا في المذاق. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في شي فيديو آخر إن شاء الله.